الاثنين على البركة والتوفيق. انطلق الشوط الثامن، الشوط للجعادين، الانتاج ينطلق على البركة والتوفيق، سائلين المولى عز وجل التوفيق لكل المشاركين بالفوز وبالانتصار وبالمحاولات وبالتقدم إن شاء الله. المركز الأول والصدارة والقوة والإثارة والتميز والإبداع هنالك مع صاحب الإبداع اللي يقدم هذه العروض الرائعة والمميزة. يا سلام يا سلام، شمعة دان سعيد بن حمد بن الأسود العامري مع المركز الأول ومع الصدارة الأولى، بينما دور المركز الثاني هنالك مولع مع المركز الثاني الذي يبحث أيضا عن التميز ولكن التسلل من الجهة الأخرى. يا سلام، الطبيب محمد بضعي بن حمد بغدير مع المركز الثاني، دور المركز الثالث هنالك ظبيان ناصر بشطيط وسالم بن راشد الكتبي مع ثالث الأسماء. موالي سعيد بن محمد بن مبارك الخيالي من يحتل المرتبة الرابعة، هنالك شاهين راشد بن سلطان بسيف المنصوري مع المركز الآن الخامس، هو دور المركز السادس الوصول من قبل ناصر ربيع بن جابر بن ربيع المري مع التحدي ومع الإثارة، بينما هنالك الوصول أيضا والتقدم والرقي بهذه المرتبة الأسد سالم بن مسلم بن حمرور وصل بن حمرور. يا سلام، مع هذا الإبداع مع هذه الانطلاقات كعوايدة مع هذا التميز، بينما هنالك القدوم وهنالك القوة. يا سلام، رقيط بسيف برقيط الغفلي واصل وهنالك أيضا سيف بن علي بن ضحاك الشامسي مع الطاغي مع المركز العاشر. هذه هي الأسماء أيها الأخوة للجعادين مع الإنتاج، وآخر شوط للجعادين. يا سلام، في الإنتاج المركز الأول والصدارة الأولى والتحدي والضغوطات وموالي. يا سلام يا سلام عليك يا أبو مبارك سعيد محمد بن مبارك مع هذه الأسماء الرائعة والمميزة. انطلق إلى المركز الأول وإلى الصدارة موالي سعيد بن محمد بن مبارك الخيالي مع المرتبة الأولى ومع المركز الأول. يا سلام يا بن حمدش، المركز الثاني والقدوم والقوة. شمعدان اسم قوي واسم مميز. هنالك سعيد بن حمد بن الأسود العامري مع المركز الثاني ومع التحدي، بينما دور المركز الثالث وصل شاهين راشد بن سلطان بن سيف المنصوري مع ثالث الأسماء، ولكن الطاغي سيف بن علي بن ضحاك الشامسي مع المركز الرابع. المركز الخامس هنالك الوصول أيضا من ناصي الربيع من جابر بن ربيع المري، وفي المركز السادس هنالك وصول أيضا وقوة من قبل الأسد خليفة بن خميس بن خليفة بن شلبود الخيلي، بينما دور المركز السادس أو المركز السابع هنالك صعب مسلم بسلم بن زعيتر العامري، ووصول أيضا من الأسماء الباحثة عن التحدي محمد بن ضبيب بن راشد الدرعي مع مشهور. أعود إلى المركز الأول، أعود إلى الصدارة، أعود إلى القوة. 700 متر النهائية، 700 متر النهائية بن حمدش. يا سلام يا موالي، يا سلام على هذه الانطلاقات الرائعة والمميزة وعلى هذا التحدي، وبدأ يفارق الأسماء المنافسة في لهف هذا الشوط. سلام يا الختم، سلام يا الخزنة، سلام يا أبو ظبي، سلام يا العين على هذا التميز. هذا هو الخيالي أحد أبطال هذا الشوط، يعلن فوزه ويعلن إقلاعه إلى الناموس. يا سلام يا موالي سعيد بن محمد بن مبارك الخيالي، وينطلق إلى الناموس إلى الفوز. هذا هو القعود الرائع، هذا هو الإنتاج، وناموسك بناموسين يا بن حمدش. سلام من القلب إلى القلب لكل من يتابع هذه الأصوات وهذه السرعة القوية مع موالي سعيد بن محمد بن مبارك الخيلي والمسافة الطويلة. والمركز الثاني هنالك الوصول من شاهين مبارك بن محمد بن سهيل بن هدفه العامري، وفي المركز الثالث مشاهدينا الأعزاء جلاد خليفة بن محمد بن سعيد بن شاهين المرر، بينما هنالك أيضا وصول من الطاغي سيف بن علي بن ضحاك. وعلى المركز الخامس كانت القوة حاضرة والتحدي مع وافي مظفر بن محمد بن عضيلي العامري.
أيها الأخوة الكرام، موالي هو صاحب الناموس سعيد بن محمد بن مبارك بن حمدش الخيلي، تهانينا له والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. التوقيت الزمني أفضل توقيت يا بن حمدش، وهذه البشارة الطيبة اللي تستاهلها يا سلام. 4 دقائق مشاهدينا متابعينا الأعزاء، 4 دقائق رافقته موالي، إن شاء الله فالك وفاله، فالك وفاله، إن شاء الله الملايين وفالك وفاله، السيارات والرموز، المركز الأول والصدارة. 4 دقائق خمسة وعشرين وثلاثة أجزاء من الثواني، ما شاء الله، توقيت رائع وانطلاق وخط النهاية وأمتار مجنونة مع القوة. بينما المركز الثاني شوف المسافة، وهذا بن هدفة من وصل مع المركز الثاني، تهانينا له والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الإبداع والتميز. شاهين مبارك بن محمد بسهيل بن هدفة، 4:31.8 أجزاء من الثواني. بينما من احتل المركز الثالث فكان أيضا توقيت الزمني 4 دقائق 32.4 أجزاء من الثواني، تهانينا والناموس على هذا الفوز للسيد خليفة بن محمد بشاهين المرر على فوز جلاد للمركز الثالث.